السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض فيديو جديد، وبإذن الله برضو زي العادة هنعمل وصفة جديدة. يلا كده يا جماعة نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو، ويلا بينا كده نشوف النهاردة هنعمل ايه الفراخ بتاعتنا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، طبعا احنا طلعنا الفراخ هنا من امبارح، وانا قلت لكم الكلام دوت وكلتنا عرفنا، وقلنا قبل ما نطلع عملنا ايه في المكان، طهرناه بالكلور بقى ووضبناه علشان ما يكونش فيه فيروس ولا فيه اي حاجة. وفرشنا النشارة اللي انتم شايفينها دهيت، يعني قبل ما نطلع على الفراخ او قبل ما نعمل اي حاجة لازم بنطهر المكان الاول قبل كل دورة كده، يعني شيء اساسي عشان بس ايه ما نحطش دورة مكان الدورة، وممكن يكون الدورة اللي قبلها كان فيها اسهال، فيها كوكسيديا، فيها اي حاجة، فالدورة الجديدة تتعدى مننا. فعلشان كده قبل ما نطلع الفراخ لازم يا جماعة نطهرها الاول بشوية كلور كده او شوية كلوريكس كده، ونحطهم على شوية مية ونرشهم في المكان بعد ما ننضف، تمام. وهنا بقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله الفراخ من امبارح وهي مبسوطة في المكان، وبسم الله ما شاء الله المكان واسع وكويس. هو اي نعم طبعا، يعني انتوا بقى عارفين ان الجو حر شويه، فالفراخ شيء طبيعي ان هي بتقعد، حتى لو كنا قرب المغرب بتبص تلاقي برضو ايه يعني بالليل بقى، يعني فين على ما الجو يفك شويه تبقى الفراخ ما شاء الله بتبدا بقى ان هي يعني ايه ترجع لطبيعتها، انما هي طول النهار ده شيء طبيعي يعني. فعندما بلاقي الفراخ بالشكل ده كده بحط شويه خل، اجيب حبايه اسبرين واحطها على رطل ميه، كل الحاجات ديت اللي بتقلل من الاحتباس الحراري. فاحنا برضو النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا، برضو هتقلل من الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت كمان هتخلي الفراخ ما شاء الله تشيل معك اوزان عالية جدا، وهتخلي عليهم باين عليهم الصحة، وتخلي الفراخ ما شاء الله باين عليها النشاط كده والحيوية، ما يكونش فراخ كستانة ولا فراخ خملانة ولا اي حاجة من الحاجات دي، تمام. فان شاء الله بقى كده هنعمل الوصفة، وزي ما انتوا شايفين ده بسم الله ما شاء الله ده دفعة فراخ رمضان، زي ما قلنا فراخ العيد قصدي، معلش دي دفعة فراخ العيد ان شاء الله. فبإذن الله بقى يعني هو الموضوع بقى كلته يعني 10 ايام 12 يوم، وندبح بقى هتدينا اوزان كويسة جدا جدا. فان شاء الله بقى يعني بإذن الله الحبيب بقى ان شاء الله هيعمل منها كفتة ويعمل منها كباب، هي ان شاء الله ينهض. وبالمناسبة يا جماعة الناس اللي بتقولي طب انت ازاي بتعملي منها كفتة او كباب، بصوا هي زيها زي اللحمة بالظبط، عادي بديل اللحمة بالظبط. بدأ انا بجيب اللحمة وكنت بحط عليها مثلا الفريك او بحط عليها الخضار والبصل والحاجات ديت، هي دي بديل اللحمة. بقطع بجيب الصدور بتاعتها بتاعت الفراخ، لانها اصلا فراخ كب وفراخ صدور يعني عامة، فما شاء الله الصدور بتاعتها بتبقى كبيرة وحلوة، فبشف الصدور وبعملها احط عليها الفريك واحط عليها البصل والخضار والحاجات دي كلها، وبفرمها في المكنه، بتطلع زي الكباب باللحمه واحسن كمان، بل بالعكس بتبقى اخف كمان من الكباب اللي هو اللي باللحمه. والكفته برده زي العاده، يمكن انا بس القناه دي ما بنشرش على طبخ وكده، فان شاء الله برده باذن الله يا جماعه هبقى اجرب لكم الحاجات ديت، وهعملها برده كده قدامكم عشان تستفادوا. احنا طبعا كلنا عارفين يا جماعه ان اللحمه غالي، وده يمكن يعني في ناس كتير وفي مننا كتير مش هيقدر يشتري اللحمه، فبدل ما انا اروح اشتري كيلو لحمه ب 300 ولا 350 جنيه ويمكن عدت كماني، اجيب مثلا فرخه زي دي اتقشف فيها، اخد الصدور بتاعتها احط عليها شويه الفريك كده والخضار بقى والحاجات اللي احنا بنحطها، وبعملها بتديكي نتيجه الفريك باللحمه، ويمكن دي احسن كمان. نفس الشيء برضو انا بعمله في الكفته اللي بتصب عليها بتتقلى ديت اللي احنا بنحطها في التقليه، برضو بدل ما بجيب اللحمه بجيب برضو صدور الفراخ دهيت، وبحط عليها الرز والخضار وبقوم عاملاه عادي، يعني مفيش فيها اي مشكله. فبصوا بقى يا جماعه تعالوا يلا نشوف الوصفه علشان بقى ما نتوهش من بعضنا. هنا بقى كان عندي نص بنجرايه، نص بنجره صغيره خالص، رحت واخده النص بتاعها على ليمونيه حلوه كده، على يعني على برضو ايه بصلايه، يعني انا بصله حلوه برضو موصله كده، ورحت فرمه الثلاث مكونات دولت مع بعض بالشكل ده كده، ورحت مصفيه. الخشنه طبعا مش هتنفع ان انا احطها، تقدر ان انت تقلبها على علف الفراخ، مش عايزه تقلبها على علف الفراخ ممكن تقلبها تديها للفراخ الكبيره عندك او اي نوع من الطيور تاكل. هنا بقى الفراخ بتاعه البيض عندي اهيت، رحت رميها لهم بسم الله ما شاء الله بياكلوا فيها حلو قوي.
او ممكن تحطها لهم على الاكل بتاعك. تمام. نفس الشيء برضو ممكن تقلبها على اكل الفراخ البيضه، مفيش مشكله يعني. هنا بقى اخدت الميه، وطبعا الميه ما شاء الله كانت مركزه حلوه، رحت مليانهم السقايه اللي انتوا شايفينها دي، ده بتاعه 3000 ميه، مليتها لهم لعنها بقى، وهنحطها كده، وما شاء الله الفراخ هتشرب منها، ده كويس جدا، وده احسن حاجه تحطها الفراخ في في الصيف، ده المشروب الصيفي يا جماعه بتاع الفراخ، تخلي الفراخ ما شاء الله عندك دايما تشيل معاك وزن حلو جدا جدا، وكمان هتخلي الفراخ بدل ما هي عماله تنهج معاكي او عماله يعني فاتحه بقها كده من اللحم الحر، دي طبعا بتقلل من الاحتباس الحراري، وبتخلي الفراخ ما شاء الله ماشيه معاكي كويس. تمام. هنا بقى حطينا الميه اهيت زي ما انتم شايفين، والفراخ ما شاء الله بدات ان هي تتلم على الميه، وقدامها طبعا الاكل، وزي ما قلنا بنيجي كده على داخله الطراوه بنحط الاكل. ما بخليش الاكل قدام الفراخ طول النهار يعني، بقى نعرف الموضوع دوت علشان انا كل مره بقوله لكم، فنحاول بقى ان احنا ايه يعني وقت الظهريه كده الفراخ تفطر عادي، نقوم الصبح نفطر الفراخ، كل فراخ بتفطر عادي، بنسيب الاكل قدامها حوالي ساعتين على دخله الظهريه كده بقى، او بعد الظهر كده بقوم شايله الاكل على دخله الطراوه يعني على العصر او بعد العصر كده، بقوم حاطه الاكل، ده بيبقى احسن حاجه للفراخ يعني عامه. تمام. فهنا بقى حطيت لهم الاكل اهو الميه، وطالما انا عملت النهارده الوصفه على الميه هنريحهم بقى من الاكل النهارده، مش هنحط على حاجه، بس عشان الاوزان يا جماعه ما ننساش الخميره دايما باستمرار، نعملها زي ما كنا بنعملها قبل كده، نقدر ان احنا نعمل الخميره على الحلبه والعسل، ونقدر نعملها على الزبادي، ونقدر نعملها برضو في ميه عاديه خالص الخميره، لو انا مش هقدر ان انا اجيب زبادي او هقدر اجيب عسل او الكلام ده كلته، ابسط حاجه بجيب نص كوبايه ميه وببوش فيها نص معلقه خميره، واقوم حطها لهم على رشها لهم على الاكل بتاعه ومقلباه، ممكن اعملها لهم نوبه تانيه واحطها لهم في الميه يشربوه برضو هي هي، بس اهم حاجه ما انساهاش، واهم حاجه برضو في الوصفات بتاعتنا يا جماعه الخلطات عشان تديك اوزان عاليه جدا. تمام. فان شاء الله استنونا في الفيديو الجاي باذن الله، كل يوم هنعمل مع بعض خلطه جديده.